السلام عليكم طلاب. عليكم السلام. عليكم السلام. توصل صوتي نعم واضح؟ الحمد لله. تكوي رجاءً. واضح كتابة. واضح واضح. ماشي. إذن نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب، اليوم نبلش بموضوع جديد وهو الفصل السادس. عنوان الفصل Moment of Inertia أو عزم القصور الذاتي. نبدأ بالتعريف definition. طبعا الموضوع له عنوان آخر اللي هو second moment of area، العزم الثاني للمساحة. بعدين راح نشرح ليش نسمي العزم الثاني باعتبار اكو عزم أول، شنو علاقة moment of inertia ب second moment of area. الآن نشوف تعريف، شنو تعريف الـ moment of inertia أو الـ second moment of area. إذا تلاحظون هذا الرسم، المستوي XY عندنا مساحة، هذه اسمها A، مساحة اسمها A. أخذنا من عندها element، عنصر صغير اسمه dA. dA هذا العنصر الصغير، المسافة بين السنترويد مالته ومحور Y هو X. المسافة بين السنترويد مالته ومحور X هو Y، والمسافة مالته بين السنترويد مالته ونقطة الأصل هو R. احنا نعرف أن الـ R تساوي X تربيع زائد Y تربيع تحت الجذر بنظرية فيثاغورس. الآن نجي على التعريف. دي اي اكس تساوي واي تربيع دي اي، يعني شنو؟ الاي اكس هو العزم الثاني للمساحه حول محور اكس، والعزم الثاني للمساحه حول محور اكس. يا مساحه، اذا نحكي على مساحه صغيره، لذلك نقول دي اي اكس اذا نحكي على مساحه صغيره. فالدي اي اكس هو العزم الثاني للمساحه الصغيره حول محور اكس، يساوي المساحه اللي هي دي اي في مربع المسافه بين سنتر المساحه الصغيره ومحور اكس، مربع المسافه بين سنتر المساحه الصغيره ومحور اكس. اذا دي اي اكس يعني العزم الثاني للمساحه الصغيره او مومنت اوف انيرشيا للمساحه الصغيره يساوي واي تربيع دي اي. إذا أردنا العزم الثاني لكل المساحة حول محور X، العزم الثاني لكل المساحة حول محور X أكيد راح نروح باتجاه الانتجريشن. إذا الـ IX يساوي تكامل Y تربيع دي A. هذا حفظوه، هذا قانون حفظوه طلاب، نسميه second moment of area with respect to X axis، يعني العزم الثاني للمساحة بالنسبة إلى محور X، أو نسميه moment of inertia of area with respect to x axis، يعني عزم القصور الذاتي للمساحة هذه بالنسبة إلى محور x. نفس الشيء يقال عن dy، يعني العزم الثاني للمساحة أو moment of inertia للمساحة الصغيرة بالنسبة إلى محور y يساوي x تربيع dA. إذا أريد العزم الثاني لكل المساحة نسوي integration، إذا iy تساوي تكامل x تربيع dA، وهذا هو second moment of area with respect to y axis أو عزم القصور الذاتي للمساحة بالنسبة إلى ال y axis. بنفس الطريقة إذا قلنا P
I أو D J not. D J not يعني شنو؟ العزم الثاني لهذه المساحة بالنسبة إلى نقطة الأصل. العزم الثاني لهذه المساحة بالنسبة إلى نقطة الأصل نسميناه D J not. D J not يساوي أيضا يساوي المساحة الصغيرة في مربع البعد بين مركزها والنقطة. هاي المسافة. هاي المسافة R. إذن R تربيع BA. R تربيع BA. إذا أردنا J لكل المساحة أكيد نروح باتجاه الانتجريشن نقول يساوي تكامل R تربيع BA. الR تربيع نقدر نخلي مكانه. هاي طبعا هذا هذا التعريف انتهى لهنا. لكن نقدر نسوي اشتقاق من عنده. ال R تربيع نخلي مكانها X تربيع زائد Y تربيع باي فيثاغورس. هذا الانتجريشن ممكن يصير تو انتجريشنز اللي هو تكامل X تربيع DA زائد تكامل Y تربيع DA. ذولا تكامل X تربيع DA هو I Y، تكامل Y تربيع DA هو ال I X. إذا J نوت يساوي I Y زائد I X. هذا قانون خلال الحفظ. نرجع إلى العنوان، عنوان الموضوع. Moment of inertia و second moment of inertia. في الحقيقة أنه الاسم الصحيح لهذا التعريف، لهذا التعريف هو second moment of inertia، يعني العزم الثاني للمساحة. ليش عزم الثاني؟ لأنه استخدمنا واي تربيع. زين، ليش نسمي moment of inertia؟ بالحقيقة إحنا نسمي moment of inertia يعني تجاوزا، يعني الاسم العلمي هو مو هذا، لكن اكو سبب. شنو السبب؟ الانيرشيا يعني العطاله. تعرفون انه العطاله هي من صفات الكتله. فالمومنت اوف انيرشيا من صفات الكتله، عزم القصور الذاتي من صفات الكتله. فتلاحظون هنا صفحه رقم 2 مومنت اوف انيرشيا. اذا نجي نعرفه، هذا محور اكس، هذا محور واي. هاي عندي كتلة اسمها M، كتلة اسمها M. تأخذ شوية من الكتلة PM، PM الـ M هي الماس. فإذا أخذنا المسافة بين سنتر الكتلة ومحور X Y، ضربنا Y تربيع DM وكاملنا، هطلع عندنا الـ I اللي هو عزم القصور الذاتي لهذه الكتلة بالنسبة إلى محور X. أوكي؟ فتلاحظون اكو تشابه. هذا التعريف مال سكند مومنت اوف اريا. المرة عندي مساحه اي دي اي، والمسافه بين مركزها ومحور اكس هو واي. تكامل واي تربيع دي اي هو السكند مومنت اوف اريا. تكامل واي تربيع دي ام هو المومنت اوف انيرشيا. لانه اكو تشابه بين هذا التيرم وهذا التيرم سميناهم نفس الاسم. هذا هو السبب فقط، لان اكو تشابه بين هذا وهذا. تكامل واي تربيع دي ام، تكامل واي تربيع دي اي، لان اكو تشابه سميناهم بنفس الاسم. ولا علميا هذا هو سكند مومنت اوف اريا، هذا مومنت اوف انيرشيا، لكن احنا تجاوزا نسميهم اثنينهم بنفس الاسم. يعني دكتور اي قانون اللي نستخدمه حتى الامور تصير اوضح؟ الطلاب الان اكو يعني استفسار، اكو شيء مو واضح؟ دكتور اي قانون نستخدمه؟ التكامل واي تربيع دي ام، لا تكامل واي تربيع دي اي؟ عيد السؤال رشان. دكتور اي قانون احنا نركز عليه بالحل، الاول لو الثاني؟ يعني ابو دي ام لو دي اي؟ نعم. احنا ما عندنا، احنا من البدايه قلنا التعريف مالنا نحكي على مساحه، مساحه اسمها اي، والاليمنت اللي اخذناها هي دي اي، والقانون مالنا هو تكامل واي تربيع دي اي وتكامل اكس تربيع دي اي. هذه انا ذكرتها فقط حتى اوضح ليش نسمي سكند مومنت اوف اريا نسميه مومنت اوف انيرشيا، فقط حتى اوضح لان اكو تشابه بينه وبين مومنت اوف انيرشيا فقط. اللي احنا مومنت اوف انيرشيا بالنسبه للكتله مو موضوعنا، ما عندنا دي ام، عندنا مساحات، عندنا دي اي. واضح رشا؟
واضح واضح دكتور. اوكي 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 شكرا. خلينا نشوف هذا الاكزامبل، ومن خلال الاكزامبل تصير الامور اوضح. Example 6.1. Determine the second moment of the rectangular area. يعني جد العزم الثاني المساحة المستطيلة shown with respect to an axis through its centroid. يعني جد العزم الثاني لهذه المساحة المستطيلة بالنسبة إلى محور يمر في سنترها، في سنترويدها، في مركزها. هذا المحور، المحور X يمر بالسنترويد اللي هو C. هذا محور Y هنا بالجانب. المساحة المستطيلة أبعادها B في H، B في H. أوكي جميل. المطلوب أن نحسب. نعم دكتور. تمام. نعم أكو سؤال؟ المطلوب أن نحسب العزم الثاني لهذه المساحة بالنسبة للمحور X اللي يمر بالسنترويد مالت المساحة. بالمناسبة الطلاب، هنا أؤكد على أنه عزم القصور الذاتي أو المومنت أوف إنرشيا أو السكند مومنت أوف أريا دائما مرتبط بمحور. يعني من يقولوا لي احسب السكند مومنت اوف اريا لازم يقولوا لي بالنسبه الى المحور الفلاني، ليس تبقى قضيه معلقه، لازم عندي محور احسب العزم بالنسبه اليه لازم. اوكي الان نشوف هذه المساحه. حسب التعريف طلاب، حسب التعريف تذكرون انه احنا لازم نقسم المساحه، نقسم المساحه الى مربعات صغيره، مربعات صغيرة. كل مربع مساحته دي اي، كل مربع مساحته دي اي، ونضرب في بعد سنتر مال المساحة بالنسبة للمحور اكس وبالنسبة للمحور واي. الآن احنا سوينا، ما أخذنا شريحة مربعة، أخذنا شريحة مستطيلة مباشرة. شنو السبب؟ شنو السبب؟ من يقدر يقول للطلاب شنو السبب الآن أخذنا شريحة مستطيلة بينما التعريف يقول لازم نأخذ شريحة مربعة؟ دكتور لأن الشكل مطابق على محور واي، لأن الجسم شدي مطابق على محور واي فتكون الشريحة أفقية. إي وهذا الشيء يعني أن الشريحة تكون أفقية مو عمودية، وحدود يعني أنا اللي قرأته بالسنترات مال ثلاثي شفت همته أن الشكل لما مطابق على محور واي تكون الشريحة أفقية، وعلى محور اكس تكون الشريحة عمودية. يعني هو هذا مو قانون، بس أنا سؤالي حسب التعريف، لحظة أسامة، حسب التعريف احنا قلنا أنه المساحة نقسمها إلى مربعات مو مستطيلات. تمام تمام رشا؟ تمام دكتور. أوكي الآن ليش اخذنا شريحه مستطيله؟ من يقول صحيح؟ دكتور ممكن شكل منتظم يعني هو والمركز مال الشريحه مقابل السنتر مال المحور اكس. شلون شلون؟ المركز مال الشريحه السنتر مال الشريحه يصير نفسه تقريبا مقابل السنتر مال المحور اكس. فاخذناها بالعرض يمكن يعني الشريحه. يعني انت تقريبا وصلت احمد، شوف تقريبا وصلت. دكتور محور اكس يمر بالسنتر مال المستطيل، فالمستطيل صاير مربعين، يعني هو اصلا صاير مربعين. دكتور ويطلع صفر يمكن اذا نخليه بطول الشريحه يطلع الدي اكس صفر، فما تفيدنا مساحه. اي تمام احمد سمي انت تحكي صحيح. تمام شوف طلاب، نفرض احنا اخذنا شريحه مربعه، يعني شريحه مربعه هنا هذه مربع، نعم هذا مربع، ايش قد مسافة المربع؟ ايش قد
الواي مالت المربع هي من هنا الى هنا صح؟ ناخذ بصفه مربع اخر الواي مالته نفس هاي الواي، ناخذ بصفه مربع الواي مالته نفس هاي الواي، زين ليش ما ناخذ كل المربعات نجمعهم ونطلع الواي عامل مشترك؟ لو طلعنا الواي عامل مشترك مجموع هاي المربعات شنو تعطيني؟ تعطيني مستطيل. مستطيل دي مستطيل الارضي. تمام؟ لذلك لذلك انا اخذت مستطيل مباشره بدون الحاجه الى اخذ مربع زائد مربع زائد مربع زائد مربع. اذا الشريحه مالتنا هي طولها b اللي هو عرض المستطيل وارتفاعها dy. اوكي طلاب؟ واضح ان شاء الله؟ واضح جدا. واضح صوتي واضح يمكن لو بيتصدم. واضح جدا. واضح واضح. هنشوف والله منو نايم منو قاعد. احمد احسان وينك؟ احمد احسان احمد احسان علي ما موجود. احمد غايب. احمد جواد كاظم. احمد جواد كاظم. نعم دكتور. اوكي احمد سعيد. أحمد سعيد عاصي. ماكو. أحمد عبد الباسط. نعم دكتور. أوكي. أحمد عماد حسن. نعم دكتور. أحمد عماد رحيم. نعم دكتور. أفنان. نعم دكتور. أوكي. آية محمد. نعم دكتور. جعفر سعيد. جعفر ما موجود. حسن طالب. حسن نعم طالب دكتور. نعم دكتور. حسن عبد الأمير. حسن عبد الأمير ماكو. حسن حسين حمزة. نعم دكتور. اوكي حمزة علي. نعم دكتور. اوكي حيدر علي. حيدر. حيدر علي عبد الواحد. طيب خطاب فاروق. حيدر موجود؟ اوكي خطاب. نعم دكتور. اوكي حيدر خطاب موجود. دكتور ممكن؟ نعم دكتور. احمد احسان وين شنت؟ دكتور دكتور النت نت يمه كان فاصل. اه نعم دكتور. خلصتنا. والد دانيا موجودة؟ نعم دكتور موجودة. اوكي رانيا موجودة دكتور. اوكي رشا. رشا طارة. نعم دكتور. ريام سعد. نعم دكتور. زين العابدين. نعم دكتور. زين محمد. زينة محمد غايبة. سجاد محمود. سجاد وينك سجاد؟ سجاد محمود شكران ما موجود. طه محمد. نعم دكتور. اوكي بدنا عبد المهيمن. نعم دكتور. اوكي عبد الله خالد. نعم دكتور موجود. اوكي عثمان ناجي. عثمان موجود دكتور. موجود موجود. علي احمد. اوكي عثمان. عثمان 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 ناجي. عثمان ناجي تسمعني؟
نعم دكتور. بس هاي الصورة بدلها خلي صورتك. تمام تمام دكتور تمام. أوكي. سجاد محمود شبيك. منار علي. منار. نعم. موجودة منار؟ نعم دكتور موجودة. دكتور. دكتور. نرجع الموضوع. الآن نشوف حسب التعريف طلاب. دكتور أنا ما صحت اسمي. نعم نعم. ما. نعم. دكتور عاني. ماشي ماشي بعدين نرجع مطلع. من التعريف from definition طلاب. From definition. التعريف يقول ان DIX يعني العزم الثاني المساحة الصغيرة شريحة يعني يساوي واي تربيع الدي اي حسب التعريف. الدي اي ايش يساوي هنا؟ الدي اي ايش يساوي؟ الدي اي يساوي بي في دي واي. هاي الدي اي مال اثنين. مستطيل طول نعرف بي في دي واي. دي في دي واي اذا دي اي اكس يساوي واي تربيع دي بي في دي واي. زين هنا اعاده ترتيب طلعنا البي اللي قدام وخلينا الواي تربيع دي واي. هذا هو الدي اي اكس. اذا اردنا الاي اكس نروح نسوي انتجريشن. اذا دي تكامل واي تربيع دي واي. التكامل على الواي الواي من اللي وين تتغير طلاب؟ تفتحون الواي من اللي وين تتغير؟ فكان هذا كله اتش فعندي اتش على 2 بالسالب واتش على 2 بالموجب. اذا من ناقص اتش على 2 الى زائد اتش على 2. تكامل الواي تربيع هو واي تكعيب على 3 من ناقص اتش على 2 الى زائد اتش على 2. الثلاثه نطلعها برا تصير بي على 3 تبقى جوا الواي تكعيب. عوض مكان الاتش على 2 راح تصير اتش تكعيب على 8 ناقص هاي تنطيني ناقص تصير زائد اتش تكعيب على 8 هاي تنزل بي على 3 هذول ينطوني اتش تكعيب على 4 اتش تكعيب على 4 تضرب هذول يصير عندي الاي اكس والاي سي يعني العزم الثاني المساحه بالنسبه للاكس او السي من السي يعني بالنسبه للمحور الذي يمر في سنترويد نقدر نسميه اي اكس او نسميه اي سي حتى نميزه عن المحاور الاخرى. اذا العزم القصور الذاتي او العزم الثاني مساحه المستطيل بالنسبه للمحور يمر بالسنترويد مالته هو بي في اتش تكعيب على 12 بي اتش تكعيب على 12 هذا هو سكشن بوينت اوف ا ريكتانجولار اريا respect to an axis through centroid. لأن هذا هو العزم الثاني المساحة مساحة مستطيل بالنسبة إلى محور يمر في سنتر المستطيل. فتلاحظون أنه على القانون البي هي البعد الموازي للإكس والإتش هو العمودي على الإكس 12 رقم 5. يعني لو فرضنا أنه عندي محور هنا عمودي يمر بالسنترويد محور عمودي يمر بالسنترويد العزم الثاني المساحة بالنسبة لهذا المحور العمودي يمر بالسنترويد شو يساوي؟ المرة يساوي H في B تكعيب لأنه دائما اللي ياخذ التكعيب هو البعد العمودي على المحور البعد العمودي على المحور. هنا عندنا ال H هو عمودي على محور C والاكس قال اخذت التكعيب والبي اخذت الاتش واحد. اذا عندكم سؤال طلاب اي سؤال اي سؤال دكتور لما عوضنا الاتش على 2 السالبه مو تطلع سالب مش كاتبه موجب شلون؟ لما عوضنا الاتش على 2
لما نعوضنا بروايتك عيب. جزء موجب جزء سالب، شو كانت تطلع الموجب؟ فموتك عيب؟ بس ارجع لها تطلع الملزمة. عيد سؤالك علي. علي عيد السؤال. دكتور دكتور العفو، يقصد لما عوضت بالتكامل هو مو الحد الاول ناقص الحد الثاني، واصلا عند من طلع هذا ناقص فهو ناقص بناقص صار زائد، فهو عند الاشكال هنا. نعم علي كمال، هذا سؤالك على التعويض مال انتجريشن شلون صار زائد؟ اي دكتور. نعم هسه اشوفك. احنا بالبدايه نعوض الابر ليميت اللي هي موجبه، فاتش على 2 من نخليها بمكان الواي تكعيب، تصير اتش تكعيب على 8. هذه صح علي كمال؟ صح دكتور. اوكي زين، عندنا باصل القانون اكو ناقص، ناقص زين، من نعوض اللور ليميت بالتكعيب السالب يبقى سالب. تمام تمام دكتور وصلت. واحنا عندنا سالب بالاصل القانون راح ياخذ السالب يسوي موجب، صح؟ اوكي علي؟ اوكي. بعد من عنده سؤال طلاب؟ لا زحمة دكتور. نعم. هسه هذا الموضوع هو اسمه مومنتس اوف انرشيا مو؟ مومنت اوف انيرشيا او سكند مومنت اوف انيرشيا بكيفك، الاسمين صحيحات مستعملات. والموضوع اللي قبله هو سنترويدز او سنتر اوف ماس. سنترويد احنا هو الفصل اسمه سنترويد اند سنتر اوف جرافيتي، احنا اخذنا فقط الجزء المتعلق بالمساحه اللي هو سنترويد. احنا سنتر اوف ماس السنتر اوف جرافيتي ما ناخذها، بس انا على سنتر اوف ماس. سنتر اوف ماس هو نفسه مال سنترويد. center of mass يعني center الكتلة يعني center of gravity. اها تمام تمام دكتور. اوكي دكتور لا هذا ما داخل الجاي الشرح هاي سمو. نعم امتحان الثلاثاء هذا جاي الشرح هاي سمو. لا 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 الامتحان بس بالcenteroid. اوكي نعم دكتور عفو centeroid اللاين مداخل سنترويد شنو؟ المال لاين مال خطوط مو المساحات. ليش يعني ليش مداخل؟ منتصف نفس الشيء يعني غير وياه يعني تنتصف السؤال. نفسه هو نفس الفكره. ثلاث اسئله عليه صحيح. سنتر مال خطوط. احنا اخذنا عليه مثال واحد. اي يمكن اي. دكتور اذا اكو سؤال بالواجب بالهوم ورك عادي لو لا؟ طبعا طبعا طبعا. أكو هذا السؤال دكتور مال دكتور هو عن الأسئلة اللي بيها منحيات بيها منحنيات ما قدرت عليه دكتور. السؤال مال 3.8 هذا اللي مستطيل ومنحني بالنقاط صفر، طول مالته 4 والأرض مالته 4 همين هل أطلع؟ اي والله هذا فيجر مونت 3.8 ما هذا اكس تربيع سوينا 4 وايد بشكل بس خلينا نطلع حتى نشوف على راي. على راي. هذا لا
مو هذا الكلام، هذا سهل. هذا اشكال منتظمة، خاصة اشكال منتظمة، ذاك الشكل غير منتظم. مو هذا، لا مو هذا الاخر. طلعت ثمانية. لا ولا هذا. أول واحد دكتور، أول أول واحد. أول واحد. هذا. إي دكتور، هذا شلون ينحط طريقه يعني؟ هذا نكمل المنحني كله كامل مثلا، هذا ناخذه كامل بعدين نقطع منه هذا الجزء. Determine the coordinate of central shaded area. دكتور هذا بطريقة أفقية؟ شريحة أفقية. شريحة أفقية دكتور؟ نعم. هي شريحة أفقية. دكتور ما يخاف زين، هو هذا المنحني يعني ناخذه بين منو منو يعني يعني المعادلات يعني. هذا هنا شو بسوي؟ راسم نقاط هاي ما كنت تكملها حول النقطة صفر صفر واصلة بشكل نقطة صفر صفر. اي نعم نكمله كله وناخذه على هاي بالجدول مطين اياها وبعدين نقطعه يعني هيك حل. انا ما اعرف شو حل. قصدك تستفيد من الجدول؟ جدول اي نعم دكتور. ممكن تستفيد من الجدول مرتين، مرة تعتبر المساحة هاي كلها ناقص هاي صيغ. صحيح. وتقدر تسوي تاخذ شريحة أفقية هنا طول هاي الشريحة يساوي X. شنو X؟ يعني الX مال هاي النقطة، هاي النقطة يعني إذا عندك هاي الشريحة، الشريحة برأسها مو أكونها نقطة XY. نعم. إذا طول الشريحة هي X وعرضها DY. DY. إذا DA مالتنا هي X DY. XY. زين. بعد سنتر الشريحة عن محور واي هو نصف الاكس يعني اكس على 2 اكس على 2 صحيح صحيح. بعد سنتر الشريحه عن الواي هو الواي نفسه مال النقطه هاي نفسه. هسه لان صار كلها عند كلها عندك مساحه الشريحه عندك والاكس عندك والواي عندك. زين الواي ايش قد نقطتها دكتور؟ ياهو الواي هسه الاكس على 2 عرفناها، الواي كلها الواي، الواي كلها واي. لان افرض انت الشريحه مالتك هنا المسافة بين سنترها ومحور اكس مو نفس الاحداثي مال الواي هاي؟ اي نعم نفسه. بس دكتور هي مو مطابقة ويا محور اكس يعني صاعد اللي فوق قصدك. ها اوكي ما له علاقة. انا شوف هسه هاي النقطة هنا اخذ نقطة على المنحني. اي نعم. شنو احداثياتها؟ اكس واي. اكس واي. الواي ايش تعني؟ الواي بعد النقطة عن محور اكس. ما له علاقة بهذا الفرق. ما له علاقة. يعني سواء كان هاي الفراغ مملوء أو غير مملوء يبقى البعد بين هاي الشريحة ومحور X هو Y. Y. شنو اللي يحددك؟ أنت راح تسوي integration على Y باعتبار عندك دي Y. اللي يحددك راح تسوي integration من واحد إلى ثلاثة. من واحد إلى ثلاثة لو من واحد إلى أربعة دكتور؟ إلى أربعة عفوا. إلى أربعة. إيه من واحد إلى أربعة. هو بالنسبة ل Y. تمام. يعني هيك حال يعني بهالطريقه؟ اي اي وانا حاله بس نعم. بس مختصر تقدرون تجربون طبعا لازم تجربون اكثر من طريقه حتى يصير عندك يعني ملكه بالحل من اكثر باكثر من طريقه. تجرب شوف استفيد من الجدول مرتين الجدول دكتور وحله بالانتجريشن وقارن بالنتائج. لا تقدر دكتور يعني حليته بالانتجريشن على الشريحه يعني عادي. أوكي. عادي صحيح بس اللي يحل بأكثر من طريقة ويقدر يحل ويشوفني النتائج يدز لي إياها حتى هم إذا كان طريقة صحيحة نقدر يعني نضيف درجة على السعي. أوكي أشكرك دكتور. إن شاء الله دكتور يعني باكر امتحان إن شاء الله يومي إن شاء الله عقبة. نعم دكتور عقبة. عقبة يعني هو الثلاثاء على المحاضرة الجاية إن شاء الله بيوم المحاضرة. زين ما يتأجل دكتور ورا العيد؟ للأسف ما يتأجل. يا دكتور برات. دكتور هذا لازم يرجع على رأسك. إحنا دكتور إحنا أنت أدري بك زعلان من عندنا. لا لا. أنا أعرف هذا الشيء. أنا زعلان على النتائج للأسف. أي هو أعرف على هذا الشيء صحيح دكتور. تريد الشد علينا حتى نقرأ زايد. بس إحنا مشكلة أنا هي حالة يوم شفت القدر ووعي رمضان شوي تعبانين. فأنت بعد كيف؟ بالعكس هو شهر رمضان شهر القراية مو شهر. شهر المحبس دكتور يقرأ. لا دكتور كامل ليلة تعبانين دكتور. هاي والله
المهم احنا ما نحسب على التأجيل هذا الموضوع بعد صار قديم. دكتور العفو بس ممكن سؤال؟ تفضل تفضل علي. دكتور الامتحان ايش حيكون اختيارات لو يعني نكتب بورقة الجواب وندز لحضرتك؟ لا هو امتحان الكتروني راح يصير، يعني اكيد بعض الاجوبة تحتاج ان تكتب تحل حتى تقدر تجاوب. دكتور مرخص يعني بورقة دكتور مو؟ اي نعم دكتور. زين وقت الامتحان ايش قد يكون يعني نص ساعه او ربع يعني مو اي لا لا امتحان قصير ان شاء الله. دكتور آه نعم دكتور. نعم بلازح خلي زميلك دكتور مصطفى. بس نعم. ممكن الهوم وورك تخلي دكتور بلازح من 12 لان صراحه ما لحقت احله هسه واقول يوم اريد احله دكتور. اوكي تمام 12 الظهر غير يلا اوكي 12 الظهر ماشي اوكي يلا يا حمزه عندك شيء؟ دكتور بس اكو طالبه بشعبه اف سجع محمد حسون النت يمها مفصول ما تقدر تدخل المحاضره من البدايه ف شنو اسمها؟ سجع محمد حسون. سجع محمد حسون ماشي اوكي ماشي تمام دكتور. نرجع ل نعم امتحان نعم. نمر الثلاثاء تقدر تسوي بس الاشكال المنتظره نعم يعني بالسنترويد ايش في امتحان؟ ايش في امتحان اسامه؟ يعني بس لا 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 بس الاشكال المنتظمه لا لا كل فصل اسامه شلون يصير؟ اوكي ما انا ما افتهمهم يعني... نعم ما افتهمها؟ والله يا اسامه نعم اوكي عند ايش عندك اسئله اسالني على ايش عندك اسئله اسالني على الخاص او على الجروب وانا حاضر اشرح لك اياها اوكي؟ ما الفكرة أصلا ما أفتهم أنا المرحلة طالب الساحة ما أوكي أي شيء عندك اسأل وأنا حاضر على الجروب أو على الخاص ماشي أوكي زين مثال آخر طلاب هذا determine the second moment of the triangular area يعني احسب العزم الثاني للمساحة المثلثة with respect to x axis using definition using definition يعني باستخدام التعريف. ليش قال باستخدام التعريف طلاب؟ لأنه المساحات المنتظمة بعدين راح أشوفكم أنه العزم الثاني لهذه المساحات إحنا حافظين عرفه ما يحتاج نحسبه وأنتم هم راح تحفظوه راح تحفظون العزم الثاني للمربع المستطيل والدائرة والمثلث كل الأشكال المنتظمة راح تحفظون العزم الثاني لها بالنسبة للمحور اللي يمر بالسنترويد والمحاور الأخرى راح أشوفهم بعدين إن الموضوع سهل. زين إذن ليش أريدني أستخدم التعريف حتى نتعلم شلون أصلا إحنا حسبنا العزم الثاني لهذه المساحة منين جبنا القانون مالتها يعني اللي بعدين راح نحفظه. زين حسب التعريف إحنا لازم نأخذ مساحة مربعة نسمها دي اي وبعد سنترها عن المحور اكس هو يريد محور اكس هو يريد with respect to x axis بعد سنترها عن محور اكس هو واي. زين احنا جينا سوينا مثل ما اشتغلنا بالمستطيل جينا اخذنا كذلك شريحه مستطيله. ليش اخذنا شريحه مستطيله طلاب؟ يعني يصير
نصير ناخذ شريحه مستطيله بينما التعليق. انت قصدك افقيه؟ قصدك افقيه يعني؟ مو قصدي افقيه او عموديه، قصدي ليش اخذنا شريحه مستطيله طويله، يعني ما اخذنا مربع صغير. لان التعريف شو يقول طلاب؟ التعريف يقول ان الدي اي هي مساحه مربعه اي، هذا التعريف مالنا. زين احنا دكتور نفس ديتس، دكتور نفس ديتس تاخذ قطعه مستطيله وتاخذ الواي، يعني شلون هم مشترك؟ عافيه. اذا نفس الشيء، اذا اخذنا، شوف انا مقسمها، اذا اخذنا مربع زائد مربع زائد مربع زائد مربع زائد مربع، بالتالي الواي مالتهم كله هو هذا واي، الواي مالتهم كله واي، نطلع عامل مشترك، نجمع المساحات المربعة تصير مساحة مستطيل. أوكي؟ هذا المستطيل طوله L L وعرضه دي واي، L في دي واي. إذن ال دي اي، دي اي هي L في دي واي، دي اي هي L في دي واي، في الواي تربيع حسب التعريف. هسه هاي بعدين أرجع لها فوق طلاب. الدي اي اكس يساوي واي تربيع دي اي، ويساوي واي تربيع في الدي اي هي ال دي واي، هاي من التعريف. زين اللي ال شو يساوي طلاب؟ اللي ال شو يساوي؟ هاي شوفوا طلاب، اذا اعتبرنا هذا خط مستقيم، هذا الخط المستقيم كل نقطه من النقاط مالته مو بها احداثيات اكس واي، تمام؟ صح صح دكتور كم؟ اوكي دكتور صح صح. زين اوكي زين، هسه هاي ال ال مو تساوي الاكس مال هاي النقطه؟ اي نعم اي دكتور تمام. اذا راح نعوض بمكان ال ال اكس، مكان ال L نحط إيه. اوكي زين، الان صار عندي هذا التكامل مالتي، هذا التكامل مالتي y تربيع x دي y، التكامل على ال y، اذا لازم احول ال x بدلاله ال y حتى اقدر اسوي تكامل، تمام طلاب؟ اقدر اكامل اذا ما اسوي هاي العمليه صير؟ لا ما يصير، ما يصير، لازم يصير كل الحدود عندي بالتكامل بدلالة متغير واحد اللي هو الواي، لأن التكامل على الواي، وإذا كان التكامل على الأكس لازم أحول كل الحدود بدلالة الأكس، لأن التكامل على الأكس. أوكي؟ صح دكتور، إذا تسمح لي بس هنا نقدر نكامل، لأن تعتبر الأكس صار ثابت، لأن عندي دي عندي واي أصلاً. نعم. عندي متغير. الأكس ثابت. اي دكتور اي، لان هنا شنو عندي؟ عندي واي سكوير اكس دي واي، يعني نقدر هنا يفترض ان الاكس يصير ثابت والواي سكوير هي المتغير تبعا لدي واي. الاكس مو ثابت. عفوا الاكس مو ثابت. لا يعني هنا أنا بالنسبه للمشتق، العفو دكتور، يعني كرياضيا ما دام عندي دي واي هنا تعتبر الاكس ثابت. صح لو لا؟ ما دام عندك دي واي تعتبر إيه الاكس المشتقه بالنسبه لدي واي، ما عدا يعني بس الواي متغير، ما عدا يعتبر متغير بالثابت عفوا. انت رحت بغير مكان، هذا الكلام صحيح؟ اذا كان عندنا اشتقاق جزئي، اشتقاق جزئي ذاك بالبارشال ديفرنشيشن، احنا ما عندنا بارشال ديفرنشيشن. من اللي يحكي وياي؟ ايش اسمك؟ قدامه قدامه قدامه. بالبارشال ديفرنشيشن كلامك صح، يعني نتعامل ويا كل، هو كل متغير بالاستقلال كانه متغير مستقل، فما نتعامل مع الواي اعتبر الاكس ثابت، نتعامل مع الاكس اعتبر الواي ثابت. هنا ذاك بالبارشال ديفرنشيشن بالاشتقاق الجزئي، هنا ما عندي بارشال ديفرنشيشن، لذلك هذا الكلام يعني ما يصير. لذلك لازم اسوي، ما دامت الاكس مو ثابته، الاكس متغير، هاي الاكس
ليش متغيرة طلاب؟ من يقدر يقول لي ليش الأكس متغيرة؟ من طبعا يقدر يقول لي؟ يعني دكتور غير الاكس كل ما يتغير مكان يعني مثلا المجموعه الشريحه اي المربع كل ما يتغير موقعها كل ما يتغير موقع الشريحه تتغير ويا الاكس صح. كل ما يتغير المكان مالتها يعني من تنزل جوا تصير اطول، من تصعد فوق تصير اكبر اصغر، تمام؟ اذا متغير. زين شلون اطلع علاقه بين الاكس والواي بحيث اطلع الاكس بدلاله الواي؟ نلاحظ هنا طلاب، نلاحظ نسوي تشابه بين مثلثين، تشابه بين مثلثين اتش على بي، المثلث الكبير اتش على بي يساوي هاي المسافه على الاكس، اتش على بي يساوي هاي المسافه على اكس. هاي المسافه هي h نص ناقص y ناقص y، هاي y هاي y صح، هاي y. إذن h ناقص y على x يساوي h على b. واضحة طلاب؟ كلكم شفتوها؟ واضحة واضحة. بقية شفتوها؟ واضح دكتور. زين. نعم دكتور شفناها. اذا طلعت عندنا هنا والله بلا زحمه. نعم. ما شفتها بلا زحمه يا ريت سيدي. اعيد لك اياها. يا ريت. اوكي. شوف عندي مثلثين، هذا المثلث الكبير وهذا المثلث الصغير. واضح؟ يا اخي المثلث الصغير عفوا دكتور. هذا. تمام. هذا. القاعده مالته هي الاكس. اكس. تمام؟ زين. ارتفاع هذا المثلث ايش قد؟ هذا الارتفاع h لا هاي ال h كله h ناقص y h ناقص y صح؟ تمام 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 اوكي. اذا h ناقص y على x يساوي h على b، تمام؟ هاي h ناقص y على x يساوي h على b. نضرب طرفين وسطين يصير b في h ناقص y يساوي h في x، الx تساوي b على h في h ناقص y. تردون نتحقق من هاي المعادلة طلاب؟ إذا تردون نتحقق نعوض الواي مرة صفر ومرة h. عوض الواي صفر هنا، عوض الواي صفر ايش راح يطلع عندي؟ يطلع عندي b b على h ناقص h. ايه لا عوض الواي صفر ايش قد تطلع عندك الاكس؟ يبقى بس تطلع بي بي تطلع بي. بي فعلا اذا الواي صفر الاكس مو بي بي صح؟ مو صحيحه؟ صحيح صح. زين المفروض اذا عوضنا الواي اتش، اذا الواي صارت بقد الاتش المفروض تطلع عندنا الاكس صفر. عوض هنا h h ناقص h صفر، هذا كله يروح تطلع ان x قد صفر. اذا معادلتنا صحيحه، اذا المعادله اللي طلعناها صحيحه. الان شو اسوي؟ بمكان x اخلي هذا الحد، دلاله الواي صارت مكان x نخلي هذا الحد اللي هو b على h في h ناقص y y dy. إذن الآن أقدر أسوي انتجريشن لأنه كل الحدود صارت بدلالة الواي والتكامل على الواي. هنا سويت يعني ترتيب للحدود، طلعت البي هنا برا والاتش طلعتها برا بي على اتش، دخلت الواي بالداخل صارت عندي اتش واي تربيع ناقص واي تكعيب. الآن أسوي انتجريشن اي اكس يساوي تكامل دي اي اكس، البي على اتش هي خارج انتجريشن تكامل من صفر الى اتش. ليش من صفر الى اتش طلاب؟ لان الواي تتغير من الصفر للاتش، اقل قيمه للواي صفر، اكبر قيمه للواي هي الاتش. هنكمل هنا تكامل اتش واي تربيع هي اتش واي تكعيب على 3، تكامل الواي التكعيب هي اتش هي واي اس 4 على 4. التعويض من صفر لل H. الصفر ما ينطيني شيء لانه هاي تروح هاي تروح، تبقى بس ال H. ف
فب على اتش اتش اس 4 على 3 على 3 هنا اتش في اتش تقعيب اتش اس 4 ناقص اتش اس 4 على 4 العام المشترك بين 3 وال 4 هو 12 يطلع عندي اتش اس 4 على 12 نضرب البسط والبسط والمقام في المقام اذا اي اكس يساوي بي اتش تقعيب على 12 بي اتش تقعيب على 12 هذا نحفظه الطلاب هذا هو العزم الثاني المساحة المثلث بالنسبة إلى محور يمر في قاعدة المثلث يمر في قاعدة المثلث يعني هذا القانون ما يصير نستخدمه ويا محور يمر في سنترويد المثلث ما يصير راح نشوف بعدين أنه العزم الثاني المساحة بالنسبة إلى محور يمر في سنترويد المثلث هو ب اتش تكعيب على 36 ب اتش تكعيب على 36 زين هنا هسه اريد اسالكم سؤال طلاب شنو هي وحدات العزم الثاني المساحه من يقدر يقول لي وحدات العزم الثاني المساحه متر كيلو متر كيلو غرام شنو يا دكتور أكيد بها متر يمكن أعتقد متر متر بس لا متر تربيع متر تكعيب لا مو بس دكتور مساحة تربيع ها مساحة متر تربيع متر تربيع لا لا يعني مثل مساحة هاي. يعني مثل مساحة تكعيب 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 تربيع دكتور تربيع تكعيب تكعيب متر اس 4 تمام اسامه قال اسامه عمر حميد يقول متر اس 4 صح متر اس 4 طلاب لو تلاحظون من التعريف طلاب من التعريف من التعريف واي تربيع هي وحده طول تربيع صحيح صح صح الدي اي هي مساحة يعني إيه؟ متر تربيع متر تربيع متر تربيع في متر تربيع متر اس 4 متر اس 4 اذا وحدات العزم الثاني المساحة هي وحدات طول تربيع واضح العفو دكتور يعني العزم يقاس بس بوحدات الطول العزم يقاس العزم الثاني المساحة العزم الثاني المساحة بوحدات الطول أس أربعة أوكي واضح 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 دكتور واضح انت واضح دكتور الان اكو سؤال عندكم الحد اكو سؤال يوسف يوسف نعم أشمع. ياسر فائز ياسر نعم دكتور هبة حسين نعم دكتور نور بلال نعم دكتور نور الهدى نعم دكتور مهند حميد نعم دكتور منير سري نعم دكتور منار علي نعم دكتور مصطفى محمد مصطفى نعم. وينك نعم دكتور نعم مرتضى محمد أوكي. مرتضى محمد نعم دكتور مرتضى حيدر نعم دكتور مرام نعم دكتور محمد ياسين نعم دكتور
مازن. نعم دكتور. محمد نايف. محمد نايف غايب. فاطمة ماجد. نعم دكتور. فاطمة محمد علي. نعم دكتور. غايب. نعم دكتور. سعد. أوكي. نعم عمر دكتور. محمد سلمان. نعم. عمر محمد. نعم دكتور موجود. موجود قاعد لو نايم. قاعد. علي محمود. نعم دكتور. علي على اسمي. علي على الدين. علي ما موجود. علي على الدين غايب. علي رعد. نعم. اوكي. علي حسين محمد. علي حسين علي محمد. علي حسين علي حمد. نعم دكتور. اوكي. حمزة وينه؟ نعم دكتور. حمزة صياد الأسود. يا حسين يا دكتور موجود. ماشي. يلا عندكم سؤال طلاب؟ دكتور بس خصوصا دكتور عفوا اسمي ما ذاته. نعم دكتور انا امي اسمي ما ذاته. موجودين بقية الطلاب. نعم من عنده سؤال على المادة؟ اوكي طلاب شكرا. عفوا دكتور. دكتور انا سمعت الاول. نعم لا خلاص تفضل دكتور بس الهوم وورك نفس قاعد احله والله دكتور هسه قبل 12 جزء اليوم تمام تمام